عندنا بقى شويه شوربه كرنب بزيت الزيتون. هنشوف مقاديرنا، ادي بصل، ادي زيت زيتون، بصل اخضر تاني، ناخد شويه وخلي شويه الوش، وادي شويه فلفل حار، شويه كرفس، وادي كرنب، ادي توم، وادي فلفل الوان، مكعب مرق، كمون، والسطيب، وعندي جزرتين. ودول محتمل اديهم تعفير الدقيق. اهو. وادي الطماطم والبوريه. وادي الهوت ووتر. كده كل اللي عليها تغلي وانا على مهلي.